بالنسبة جنابك، انت تطرقت للارتفاع النقد في البنك المركزي العراقي، هذا يعني ما نقدر نحسبه انجاز للحكومات من بعد 2003. طبعا نعم. بالمناسبة كل الحكومات هي فاشلة من بعد 2003، من بعد تشكيل مجلس الحكم البائس وبعد 2005، وتشكلت الحكومات من حكومة الجعفري إلى حكومة السيد السوداني، كلها حكومات فاشلة ما قدرت تنمي العراق. عندنا 400 وتقريبا 86 مصنع يعني كلها مسدودة، ما يستطيعون إعادة تأهيله. هذا خلي أرجع للنقطة المهمة اللي جنابك تطرقت لها، الارتفاع النقد اللي صار عندنا في البنك المركزي، نعم. ما يحسب لأي جهة، حتى للسيد الكاظمي ما يحسب. هذا ارتفاع النفط، ارتفاع النفط هو اللي ساعد في يعني ارتفاع المخزون عندنا في البنك المركزي، ولا ما يحسب. فاشلين في إدارة الدولة، يعني لا توجد كهرباء، صرفوا على الكهرباء 86 مليار، يعني بلد نفطي مثل العراق 86 مليار صرفوا على الكهرباء، اليوم المواطن العراقي ما يوجد عنده كهرباء. طيب. واحد يدفع عن الاخ. رئيس الوزراء قبله، مثل قبل السيد السوداني كان الكاظمي، وقبله السيد عبد المهدي، وقبله كلها بدون استثناء يجون كلهم الى برلين، يعني يجون اي مستشار هون مثلا يكون في برلين يلتقون به، يسوون بروتوكولات، يجون بوفد على 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 200 شخص، يجون طائرتين بس يوقع بروتوكول. يعني احنا نسال هذه الحكومات الفاشله الفاسده، انت لما تاتي على وفد وعلى راس وفد 200 شخص، هذول ال 200 شخص ايش قد تكاليفهم تصير على الدوله العراقيه؟ اخي هذول يعني من الاخير ما باستطاعتهم بناء دوله، فاشلين منذ 2003 الى هذا اليوم ما باستطاعتهم، خلوا المواطن العراقي جوعان، خلوا المواطن العراقي لا توجد عنده كهرباء، خلوا المواطن العراقي لا توجد، الطفل العراقي لا يوجد عنده مدارس، يعني مستشفيات ما عندنا، بنية تحتية ما عندنا، مصانعنا فلشوها باعوها مو باعوا، حطنطوها هدية لإيران. نعم. دولة ما بيستطيع، يذهبون إلى الدول الفاشلة، يعني أكرر مرة أخرى جنابك والضيوف الكرام، إلى سوريا. هي سوريا دولة فاشلة، سوريا دولة ما عندها لا اقتصاد لا هذا، ودخلت بحرب. انت تروح سوريا ليش مثلا يا سيد السوداني؟ يعني انت ليش يعني هذا حيجيبون مشكلة كبيرة للشعب العراقي. ممكن اليوم الولايات المتحدة ترجعنا الى البند السابع، احنا اصلا ما خارجين من البند السابع. وهذا ما اود طرحه. نعم.